ضمير استاذ الدكتور احمد اسماعيل، استاذ احمد دكتور احمد طبعا صداقه ومستشفى. والله مش محتاجين للعاتب مش كتير يعني، عايز تستعمله اوكي اوكي. بشكر الساده اصحاب المؤتمر الاستاذ الدكتور احمد اسماعيل الحقيقه، والدكتور احمد طبعا اخ فاضل، اشكره كتير على دعوتي هو والدكتور عبد الغفار طه. ان شاء الله مؤتمرات قادمه يا دكتور احمد، وان شاء الله باستمرار وفي تقدم مستمر ان شاء الله. ناو الفيرست سبيكر الاستاذ الدكتور محمد المزاحي، استاذ طب الاطفال وحديث الولاده بطب الازهر بنين بدمياط. هيكلم لنا النهارده عن موضوع شيق جدا وهو الكاوز ميلك الرجي. الحقيقه الكاوز ميلك الرجي من المشاكل الكبيره جدا 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 دلوقتي. كل الناس تروح للجي بي يشخص كاوز ميلك الرجي، صح ولا لا يا دكتور عفاف؟ بقت مشكله، بس الحقيقه هو في مشكله، هو اوفر دايجنوزس وفي نفس الوقت برضو اوفر استيميتد. طبعا ادي حاجه. الحاجه الثانيه فيها مشكله في تشخيصه، يعني طبعا الدكتور محمد هيفهمنا النهارده بحكايه الكرايتيريا بتاعته، انما انا بقول رايي شخصي من خلال شغلي في السوق في طب الاطفال، بان تشخيصه صعب، ومواجهه الام ومعاها الطفل اللي عنده اشتباه بكاوس ميلك الرجي مشكله بسبب احراج كتير قوي للدكتور. اتفضل يا دكتور محمد، حضرتك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر كل الشكر طبعا أستاذ دكتور أحمد إسماعيل على دعوته الكريمة للمشاركة في مؤتمر أرابيديا، وطبعا دكتور عبد الغفار طه، وطبعا شكرا للمنصة الكريمة حبيبي وأستاذي أستاذ دكتور حسين عسال والأخت الفاضلة الأستاذ دكتور عفاف. أنا سعيد بوجودي معاكم النهاردة. الموضوع زي ما قال الاستاذ دكتور حسين عسال، كاوز ميلك الرجي حاجه فريكوينت بنشوفها ديلي ان اور براكتس، وبتسبب لنا صداع، وبتفكرنا دايما بالعيان اللي كان جاي بتحليل الميكروب السباحي وقالوا لي ان ابنك عنده روماتيزم وطلع الاي اس او تي عالي. فكنا يعني دلوقتي الايره بتاعت الميكروب السباحي قلت شويه، بقت الايره بتاعت حساسيه اللبن، والواد بيعمل تويلت كتير وبطنه بتوجعه منفوخه، فقالوا له حساسيه لبن. المشكله مش في التشخيص حساسيه لبن، المشكله في القرار اللي بتاخد بناء على هذا السجيشن. يمكن هنتكلم في الكاوز ميلك الرجي من خلال النقطه اللي قالها الاستاذ دكتور حسين عسال اللي هو الديلي براكتس، احنا بنشوف ايه وايه اللي بيشغل بال الفيزيشنز والبيرنتس، وهل هنطلع بحاجه النهارده من المحاضره دي ولا لا. النهارده ان شاء الله هنعمل هايلايتس على الديفينيشن، how common this problem is present، وهل هي فعلا allergy ولا otherwise، و how to diagnose and possible differential diagnosis، و how to manage، ثم هتوصل لايه حساسيه اللبن مع العيان، وبعد كده ناخد المسج بتاعت الليكشر. كاو ميلك الرجي يعني ايه الرجي؟ يعني انتيجين انتي بودي. وايه انتيجين انتي بودي؟ يعني ده اميون ميديتد ريسبونس. نخلي بالنا من حكايه ايه؟ الاميونيتي هي الكورنر ستون في الموضوع، وبالتالي دي one of the most common food allergies in children. وكاو ميلك هي اشهر الفود allergies. ممكن اللبن البقري طبعا هو اشهر استخداما، انما بقيه الالبان للحيوانات الاخرى اللي بياخدوا لبن معيز ولبن خرفان ولبن جمال ولبن حاجات اخرى في تركيا واخرى، دي حاجات غاليه جدا يعني. الحاجه الصغننه دي فيها في مش عندنا، مش عندنا في ال في ال اه
مش ال لا ما هو يعني المصطلح الخروف يمشي نعجة وخروف يعني انما مش الخروف وخروفة خروف ونعجة ما هو الجمل برضو له اسم الذكر واسم المؤنث برضو والبقرة برضو احنا بنشوف حتى الطور بنقول عليه بقرة غتا ما نوصل عنده نعرف انه بقرة انه طور يعني صحيح لا ما حدش ده في الناس ما تعرفش الفرق بين البقره والجاموسه يعني عادي ما فيش مشاكل نقول لهم يعني دي سودا ودي بني يعني اوكي طبعا المشكله ديت وورلد وايد قد تصل الى 7% من البيبيز وعاده الطفل بيتجاوزها بعد عمر 5 سنوات عاده يعني typically develop لما الطفل يتعرض للكاو ميلك سواء بارتفيشال فيدنج او بياخد الكاو ميلك برودكتس واذا هو عاده بتظهر في الاطفال اللي بياخدوا فورمولا او بيبداوا ياكلهم بعد في مرحله الويننج وانما في شريحه طبعا بتحصل لها كاو ميلك الرجي عن طريق الاكسكلوسيف بريست فيدنج لو الام بتاخد ميلك برودكتس والبروتين بتاع الكاو ميلك بينزل في اللبن بتاعها ودي شريحه هنشوفها هل بتمثل يمكن 0.5% من الحالات هرجع تاني لموضوع الالرجي what part of the human milk that may cause allergy to the infant. ايه اللي في لبن الام اللي ممكن يوصل لابنها او لبنتها ويعمل له allergy. هو ده السؤال اللي لو جاوبناه ببساطة هيفضل اشتباك ما بين الاطباء الجينيورز والفيزيشن الجينيور فيزيشنز والبيرنس والمعامل. وده لو عرفناه وتأكدنا منه وتفهمناه هيقل كتير من الانتربريتيشن بتاع التحليل بتاع البي اتش وريديوسينج سبستانس ان ستول والاوكالت بلاد واللي بتشخص بيه الكاو ميلك الرجي. هل البروتين اللي في اللبن الام هو سبب الالرجي ولا اللاكتوز؟ بروتين اوكي يعني لان ده الالرجين اللاكتوز مش هيبقى الالرجين اوكي ولا في حاجه تانية ممكن يبقى في حاجه تانية لو الام بتاخد حاجه وعدت في البريست ميلك والطفل سنسيتايز ليها شوكولاته بقى سمك يعني احنا عاده النهارده هنتكلم على كاو ميلك انه ممكن الام تاخد حاجه تانية وينزل في البريست ميلك ويبقى الطفل سنسيتايز انما التارجت بتاع النهارده على الكاو ميلك بروتين يبقى it is the cow milk protein coming in mom's milk. ده يبقى الام خدت منتجات البان ونزل في اللبن بتاعها. ايه اللي نزل؟ البروتين مش اللاكتوز. مش اللاكتوز واول مره ثانيه مش اللاكتوز اللي بيطلب يقول لك يا ده في لاكتوز كتير لبنك يا ماما بايظ مش مناسب لابنك ياخد لاكتوز فري فورمولا. مش ده اللي بيحصل؟ اوكي يبقى if the condition is confirmed the management will be by the avoidance of maternal milk products not to change to formula feeding. اوكي طبعا شايفين الكوبايه اللي فيها شويه اللبن الاصفرين دول ده اسمه الكولوسترام وده البيرفكت فيرست فود كلنا عارفينه بيبقى نوتريشيس وبروفايد انتي بوديز تو هيلب كيب ذا بيبي هيلثي كميته صغيره يا دوبك معلقه او معلقتين في اول يومين ثلاثه على قد معده البيبي اللي قد حبات الكريز الطفل اللي لسه مولود معدته بوتنشال لسه صغيره يا دوبك معلقه لبن قد حبايه الكريز تملاها مش شرط احط له قمح واحط له فيه فنجانين ثلاثه اعشاب علشان اوسع معدته ويطلع لا يقتنع بالنقطتين اللبن اللي هياخدهم من مامته عايز بقر عايشه جنبه علشان نحلبها له كل شويه ف
فبالتالي شوية اللبن اللي موجودين في الكوليسترول هم مناسبين لحجم معدته. الفور ميلك ده اللي هو بعد ما اللبن يحصل له ماتوريشن بيمثل اللبن اللي بيجي في بداية الرضاعة، وفي بعض الحالات بيقعد 5 دقائق إلى 15 دقيقة في بعض الأمهات، ده اسمه الفور ميلك، بيبقى قليل في الدهون ولكن اللاكتوز فيه عالي، ونفس كمية البروتين اللي في الهايند ميلك هي اللي في الفور ميلك، إنما الفور ميلك يختلف عن الهايند ميلك في اللاكتوز والفات. الفور ميلك rich in lactose low in fat، الهايند ميلك العكس rich in fat low in lactose. الكلام ده اللي بقوله ليه؟ علشان التركة اللي هتحصل مع الأمهات اللي بيرضعوا من غير نظام. وبالتالي ادي شكل الفور ميلك، عفش الفور ميلك وادي الهايند ميلك، والاثنين مسحوبين من نفس الام في نفس حصة الرضاعة. عشان كده معظم الامهات اللي بتيجي لنا في العيادات تقول لك انا عايزة اغذى طفلي بلبن صناعي، ليه يا ماما؟ اصل اللبن بتاعي زي المية. هي بتبص على الفور ميلك، النقطة اللي ايه شوية الفتحين اللي في الاول بقول لك ده زي المية. استنى شوية بعد 5 دقائق 10 دقائق ونشوف اللبن هيبقى ايه، لسه هتستنى، هي بتشوف اول الرضاعة بس. فالهايند ميلك بيبقى طبعا الدسم اكتر، التركة ان الطفل اللي بيرضع on demand، وon demand دي تفسيرات كتيرة. on demand في ناس بتفسرها ان كل ما يعيط رضعيه، ولا on demand بناء على الديماندز بتاعة احتياج الطفل للنمو. فالتركة ديت عليها ديبيت حتى بين الدكاترة، لك عيط رضعي، طب هو بيرضع بيعيط علشان بطنه توجع او علشان عايز يغير او علشان عنده كوليك، فهو بيعيط مش عشان جعان. فده ازاي نعرف الكيوز بتاعة الهانجر بين والكلام ده، دي حدوتة تانية. اذا كان الناس مختلفة على اللاكتوز ولا البروتين اللي هتعمل الرجي، وبناء على اللاكتوز اللي في التحليل بيغيروا بياخدوا قرار ان ده كاو ميلك ايرجي، فعشان تقول له بقى عياط الجوع بالمواصفات الفلانيه وعياط الحر بالمواصفات الفلانيه وعياط الالم والمرض بالعياط ده، يعني انت دخلته في لوغاريتمات. وبناء عليه الطفل اللي بيرضع علشان نراضيه، وخصوصا دايما الصبيان، ما تخليش الواد يعيط، اصل ده واد، اصل هينزل له هيطلع له سرته كيسه الواد، انما البنت سواء تعيط لما بتفلق مش مشاكل مش عارف ليه. انما الطفل اللي بيرضع اون ديماند وبياخد له 5 دقائق 7 دقائق بينشن على الفور ميلك، كل ما يعيط ياخد الفور ميلك، خد لاكتوز فلاكتوز فلاكتوز فلاكتوز، خد كفايته من اللاكتوز، الباقي هيروح فين؟ هينزل في التويلت. يبقى الابدومين او الجي اي تي لودد باللاكتوز، فيرمنتد باي فلورا جازس فلاتولنس كوليك كراينج، الادوات بيعيط، لا رضعي ده بيعيط، فهيرضع عشان عنده مغص مش عشان جعان، فهياخد قد ايه؟ 5 6 دقائق الفور ميلك. يبقى دخلنا في فيشس سيركل بيسموه اللاكتوز اوفر سبلاي، او اللي هو الاوفرلود اوف لاكتوز، هيعمل له اعراض الريفلكس وهيعمل له كوليك وهيعمل له لوز ستول، فهيروح للطبيب هيعمل له ريديوسينج سبستنس، فهتلاقي اللاكتوز، لا اللبن بتاعك يا ماما ده مش مناسب لابنك، احنا هنديك بقى الحل، هنديك لاكتوز فري فورمولا. تمام؟ مش ده اللي بيحصل؟ هل ده له علاقه بالكاو ميلك الرجي؟ لا. اوكي طيب، يبقى احنا هنا الفور ميلك والهاند ميلك امبالانس هو اكتر سبب في مشاكل الكوليك واللوز ستول والريفلكس اللي بتحصل للاطفال، وتاخد تايتل
كاو ميلك ألرج، أوكي، وما لهاش علاقة من قريب أو بعيد بالكاو ميلك ألرج. أوكي، يبقى هنا في بعض الأمهات بقى عندهم فرصة للداون. يعني أنا فاكر وإحنا نواب الدكتور أحمد إسماعيل كان معانا في أحد المرور مع أستاذ دكتور حلمي عبد الرحمن الله يرحمه، وكان في طفل كده جاي يعني ضعيف شوية، فدكتور حلمي قال الأم الضعيفة دي هتغذي ابنها إزاي؟ فقلت له لا أنا مش ضعيف، أنا اللبن بتاعي كويس. طلعت البريست قدامنا وراحت جاي ما عرفش على مين قدامها. فاكر انت اللي ده اوفر سبلاي، ده كان تحدي ما بينه وبين الاستاذ دكتور حلمي. فبالتالي الاوفر سبلاي ساعات الام تشتكي تقول انا هدومي بتتبل. طب الاوفر سبلاي ده باي نوع من الملك، فور ميلك ولا الهاند ميلك؟ ده الفور ميلك. وبالتالي الامهات اللي عندها اوفر سبلاي او فورسفول ليت داون غصب عنها الطفل هياخد اوفر سبلاي من الفور ميلك اللي فيه لاكتوز، وهيحصل له كوليك وفلاتولنس ولوز ستول. النوعيه دي من الامهات بننصحها انها تفضي شويه من صدرها قبل ما ترضع، علشان الطفل ياخد حصه قليله من الفور ميلك وبعدين يخش على الهايند ميلك. انما مش هترضى في بعض، لو فهمت القصه هترضى. التركه بتحصل في ايه بقى؟ الامهات القلوقه بناء على توصيه الجدات انت لازم تغذي طفلك كويس، حطيه 10 دقائق على اليمين و10 دقائق على الشمال، نشن على الفور ميلك هنا وعلى الفور ميلك هنا، ويبقى ما وصلش الهايند ميلك، دخلنا في السيناريو اللي هو اللاكتوز اوفرلود اوكي والفلاتولنس واللوز ستول والكلام. وبالتالي الاطفال دول بننصح ان هم في سيمبل ميجرز ان هم لابد انه يرضع من ناحيه واحده في حصه الرضاعه لغايه لما يفضي الناحيه دي وما يتنقلش على الناحيه الثانيه. ودي كانت توصيات الاستاذ دكتور محمود المولي، يقول لك الطفل يرضع لو هو خلص ناحيه وعايز يكمل، بعد ما يخلص الناحيه اللي هو عليها تبقى الام تحطه على الناحيه الثانيه، ولما طبعا مش هيخلص الناحيه الثانيه في الحصه الثانيه في الرضاعه يبدا باللي انتهى بيه، يبدا بالانتهاء عشان ياخد حصته من الفور والهايند ميلك. يبقى الفيرست سايد شود بي امتي برير تو اوفرينج ذا سكند سايد. الانيشال ميلك ليت داون ممكن زي ما قلنا نتخلص منه في بعض الامهات اللي عندها فورسفول ليت داون. ممكن الام ترضع الطفل وهي نايمه على ظهرها وهو طمت وطمت بطنه على بطنها، بحيث ده برضه هيقلل بالجرافيتي الفورسفول ليت داون وما يحصلش اوفر سبلاي لل الفور ميلك. حاجه ثانيه بقى البلوك فيدنج، بعض الامهات ما بترضعش الا من ناحيه واحده، ما عندهاش يعني يكون في مشكله في ناحيه وما بترضعش الا من ناحيه واحده، فهنشوف الكلام ده كتير. ما بتعرفش تشيله على الناحيه الثانيه، وطالما هي ما عرفتش تشيله على الناحيه مش هيرضع منها، لازم الام تكون مرتاحه علشان الطفل يرتاح. فده بنعمل حاجه اسمها البلوك فيدنج، او لو هي من النوع اللي بينقل على الناحيتين نقول لها ايه، هو بيرضع اون ديماند ومش قادره تصبر عليه كل ساعتين وبيعيط، بس هو بيرضع 5 دقائق ويسيبها. نقول لها ثبتي بقى الناحيه اللي انت بترضعها منها ساعتين ثلاثه، بدا باليمين 5 دقائق وساب، هيرجع بعد 10 دقائق يرجع اليمين برضه، يفضل ساعتين ثلاثة لغاية لما نطمئن انه فضل الناحية دي قبل ما يتنقل على الناحية الثانية. يبقى ده اسمه البلوك فيدينج، كان بي هيلبفول في كيبينج تو ذا سيم بريست فور ا فيكسد بيريود اوف تايم لمدة ساعتين او ثلاثة رايح جاي على نفس الناحية. ده كان اول او اشهر ديبيت، هو لاكتوز ولا كاو ميلك ألرج. فكده هنبعد اللاكتوز اوفرلود والمس دايجنوزيس اوف كاو ميلك الرجي اللي سببه ريديوسينج سبستانس ان ستول اناليسيس. نرجع للكاو ميلك الرجي دايجنوزيس، ده تو تايبس اوف الرجي، يا ايميديت يا ديليد. الايميديت عاده بيبقى اي جي اي ميديتد، الديليد بيبقى نون اي جي اي ميديتد. الايميديت بيبقى وزن منس، طفل لسه بيرضع وحصل له مانيفستيشن اوف الرجي.
الديليد بعد ساعتين بعد يومين يعني ممكن يغيب من hours to two days. ممكن في skin problems in the form of red itchy rash أو lip swelling, face swelling في الفيس أو around the eyes. ممكن يبقى في eczema اللي هي ما بتتحسنش مع التريتمنت, resistant to treatment. ومش من ضمن الراش اللي هو الدايب الراش, أصل الواد بيرضع وعنده دايب الراش فراح للدكتور قال له دايب الراش ده أعراض حساسية وما عندوش أي راش في أي منطقة أخرى. طبعا دايب الراش عند تقريبا 115% من الأطفال, تمام. فهو في تريكة دايما يعني كده لو أخذناها بالإقناع, نسبة حدوث الكو ملك قدر زي ما قلنا سقفها 7% ورلد واي, ده في الارفيشال فيد أو اللي هو ويننج على كو ملك برودكتس. في البريست ملك 0.5%, يعني من كل 200 طفل اكسكلوسيف بريست فيد من كل 200 ممكن يطلع واحد عنده كو ملك ألرجي عن طريق مامته. هذه النسبة تخلي بعض العيادات لو دخل لها 20 طفل يطلع منهم 25 عندهم كو ملك ألرجي, اللي دخل بدايب الراش ولا دخل بكلك ولا دخل ب how frequent دايب الراش and how frequent كلك في الأطفال. هتلاقي كتير 100% 80% 90% والألرجي 2-3%. فمش ممكن كل الحالات اللي هشوفها الألرجي, أكيد في حد من اللي أنا قلت عليه ألرجي عنده اللي هو الأذر كوز أوف ذا بروبلم. الجي اي تي بروبلم هي دي المشكلة اللي بيبقى فيه ديسبيبسيا, فوميتين, كوليك, داريا أو كونستيبيشن. الريسبيراتوري بروبلمز يبقى ممكن هاي فيفر لايك سيمتومز سواء رانوريا أو بلوك نوز. ممكن يبقى فيه شيستويز في بعض الحالات اللي هي الاي جي اي ميديت. السيفير الرجيك رياكشن ده ممكن يبقى يوصل للانافيلاكسيس وده يعتبر ان ايمرجنسي. هنلاحظ ان احنا بنتكلم على كاو ميلك الرجي انها حقيقه مش خيال, ولكن هذه الحقيقه لازم تتخذ في النطاق بتاعها. مش كل واحد عنده مغص او لوز ستول او ريفلكس هياخد التايتل بتاع الالرجي, انما هي موجوده لدرجه انها في ساعات بقى انافلاكسس. الجي اي تي بروبلمز هي اللي مشكله وبتؤرق حتى المتخصصين, هو الالرجي ولا حاجات اخرى من الايسونوفيليك اسوفاجايتس ولا الجاسترو انترايتس ولا دايتري بروتين انتروباسي ولا بروتين انتيروكولايتس. شفتوا المصطلحات عماله تتكعبل تتكلكع ازاي؟ يعني الامور حتى على مستوى المتخصصين في ديبيت, اوكي. انما ما وصلناش لمرحله ان الريديوسينج سبستانس هو اللي هشخص. هناخد السيلياك ديزيز بمشاكله از cause of diarrhea وال failure to thrive. يبقى احنا الحاجات دي كلها non IgE mediated allergy ومانيفستيشن in some cases للكاو ميلك allergy. والمتخصص بيوصل لهذا التشخيص بناء على ايه؟ history and endoscopy مش stool analysis. مش ستيل اناليسيس. هنشوف التشالنج والريد تشالنج جاي. صاحبنا ده اللي هو الاي جي اي ميديتد سهل نتوقعه من الهيستوري لانه بيبقى الامور توك اونست, ده لسه رادع اخذ الملك برودكتس وراح طالع له الايه ويزن مينتس الراش او الويز او الإديمة الانجيونوريتك إديمة. وبعدين بتبقى ريبروديوسبل, يعني كل ما يتعرض للتريجر يحصل له سبيسيفيك سيمتومز بنفس السيناريو سبيسيفيك فود ونفس نوع الاكل او يعني اي حاجه فيها لبن بيحصل له كذا. وبوزيتيف تيست اللي هنقوله بعد كده
السبيسيفيك اي جي اي سواء بالسكين بريك تيست او بالراست تيست. يبقى الاي جي اي ميديتد هو سريع ويدد اميديت رياكشن، وبما انه سريع بيربطنا على طول بالسيمتوم والساينس، فده اسهل في التشخيص من النون اي جي اي ميديتد وبيبقى ديليد بريزنتيشن. الالرج تيست عندنا تو تيست اللي هو سكين بريك تيست والراست اللي هو راديو الرجو زوربنت تيست. الاثنين بيدوروا على ايه؟ الاثنين بيدوروا على اي جي اي، الراست سبيسيفيك والسكين بريك تيست. انا بحط الاوفندنج فود سواء ميلك او اذروايز واشوف الرياكشن اوف سكين، بس دول بيدوروا على الاي جي اي. طب لو هو نون اي جي اي ميديتد ما فادونيش بحاجه، يبقى دول برضو لهم رول محدود في تشخيص التايب اوف الرجي اللي هي اي جي اي ميديتد، وما فادونيش ب في حالات النون اي جي اي الرجي. يبقى ساعات في فولس بوزيتيف ساعات في فولس نيجاتيف. انما زي ما الزميله فاضله قالت الجولدن رول ان انا اعمل اليمينيشن وتشالنج. لما شلت البريست ميلك برودكتس الواد اتحسن، او لما منعت الام من الديري برودكتس حصل تحسن، ولما سمحت بالعوده للحاجات دي رجعت الاعراض. ده التشخيص. يطلع بقى اي جي اي او نون اي جي اي ما فرقتش، انما السكين تيست بيلقط بس اللي هو الاي جي اي ميديتد الرجي. يبقى احنا هنا في الدياجنوزيس في الجوريزم هنراجعه مع بعض، بناخد هيستوري وفيزيكال اكزام، واذا كان نقدر نعمل لاب نشوف الاي جي اي ولا ما فيش. والله في سسبشن، فانا عملت دياجنوستيك اليمينيشن للدايت، منعت الديري برودكتس سواء على مستوى الفورمولا للطفل او على مستوى الديري برودكتس للام، وبتابع ما يسمى بالايرلي اند ليت رياكشن. الايرلي رياكشن عاده بيبقى سكن، والليت رياكشن بيبقى عاده ممكن جي اي تي. اتابع لمده اسبوع اسبوعين، واذا كان في جاستروسينال سيمبتومز بتابع لفتره اطول من اسبوعين لاربع اسابيع. بعد الاليمينيشن ده ايه المتوقع؟ المتوقع ان يحصل العيان ما حصلش تغيير في الاعراض بتاعته بعد ما عملت اليمينيشن سواء على مستوى البيبي او على مستوى الام، بس ايه ستريكت اليمينيشن يعني، ومتابع الاعراض ما اتحسنتش. ايه رايكم؟ ده يمشي مع كاو ميلك الرجي مقطعي يعني منطقيا؟ لا، يبقى ده على طول نو كاو ميلك بروتين الرجي اليمينيشن دايت، ويرجع ياكل عادي. ده عنده الرجي بس مش من الكاو ميلك، اي حاجه ثانيه ندور عليه بس مش من الكاو ميلك. ده احنا لسه دي ما عملناش اي فحوصات، احنا عملنا ستريكت اليمينيشن، ستريكت اليمينيشن تمام وما تحسنش. الثاني السبيسيفيك جاي في الجناح الثاني. النتيجه الثانيه لما عملت اليمينيشن وشفت الايرلي والليت مانيفيستيشن سواء في سكن او جي اي تي، ان حصل امبروفمنت للكلينيكال مانيفيستيشن، الواد اتحسن. تحسنه ده طبعا دكتور هلا النادي ده المجال بتاعكم، فاحنا يعني ايه بنتلمس لغايه كده ماشي حلو. الله يخليك دكتور هلا. حصل امبروفمنت بعد ما عملنا اليمينيشن، ده يعلي الشك. اوكي، فنقوم عاملين ايه؟ نعمل ستاندردايز تشالنج. يعني هنعطي واحنا عارفين ان ممكن يحصل رياكشن، فنبقى مستعدين للرياكشن. يبقى في ستاندرد تشالنج بروتوكول، هنعطي له الميلك برودكتس. النتيجه ايه؟ الطفل ده لما خد الكاو ميلك كونتيننج دايتس او الديري برودكتس زي الفل، ما جربوش اي حاجه. ده ماشي مع مين؟ هيبقى ماشي مع انه كاو ميلك بروتين الرجي، وهنسمح له انه ياخد الميلك برودكتس.
لا ده لما رجعنا له الحاجات اللي فيها الديري بروس او الملك حصلت بوزيتيف للاعراض تاني، ظهرت مره تانية، ده خلاص ده تشخص من غير ما نعمل بقى الاذر سبيسيفيك تيست. يبقى ده على طول دخل سيرابيوتيك اليمينيشن دايت، هيخش بقى سواء في الاكسنسيف هيدرولايزد فورم اذا كان لسه بيرضع ولا في الامينو اسيد بناء على الحاجات التانية اللي هتطلع في في الابحاث. انما طلع اتشخص كاو ميلك بروتين الرجي. عايز اسالكم سؤال، فين الستول اناليسيس في الالجوريزم ده؟ فين الريديوسنج سابستنس؟ فين الاوكالت بلاد؟ ده دلوقتي بيطلبوا كمان اللي هو ال حاجات اخرى يعني كده، والكال بروتكتين والحاجات، وادفع وادفع تمام. ده كله ان العيان عاطي مانيفيستيشن اوف الرجي تمشي ولا ما تمشيش. انما العيان لو عاطي من الاصل هيستوري اوف انافلاكسيس، ده لو خد منتجات البان بيجيله بقى انجينوريتك اديما وصدره بيقفل ده مش هقدر امشي معاه في الخطوات دي. دي هنعمل له ايه؟ على طول اليمينيشن من ونتابع ونعمل السكرين بقى السبيسيفيك اي جي اي. اوكي هنتلاقي بعد ما عملنا السكرين السبيسيفيك اي جي اي نيجاتيف، ما عندوش سبيسيفيك اي جي اي، ده ينفي ان هو الرجي. ما ممكن يكون نون اي جي اي ميديتد، نون اي جي اي ميديتد. انما هنعمل له الترايل اللي هي بقى ايه، نعمل الستاندردايد تشالنج. هو ما طلعش اي جي اي بس ممكن يطلع نون اي جي اي، هنعمل له التشالنج وبناء على التشالنج هيطلع نيجاتيف هيطلع بوزيتيف، هنمشي زي الايه الخطوات اللي شفناها قبل كده. او لما عملنا السبيسيفيك اي جي اي طلع بوزيتيف للسبيسيفيك، ده شخص لما عمل هو عنده المانيفيستيشن وعنده الانافيلاكسيس اللي هو الايميديت رياكشن وعملت له سبيسيفيك اي جي اي وطلع بوزيتيف، ده هنعمل له ايه؟ على طول سيرابيوتيك اليمينيشن. اوكي فده الالجوريزم اللي احنا بنمشي فيه علشان نقول ده كاو ميلك بروتين الرجي اور اذروايز. والمانجمنت هيبقى شبيه باللي شفناه في السلايدز اللي فات. بنعمل يعني الطفل ده سسبكت ان هو الرجي كاو ميلك بروتين الرجي. السؤال هو اكسكلوسيف بريست ميلك فيدر، اكسكلوسيف بريست فيدر ولا مش اكسكلوسيف بريست فيدر؟ لو هو بيرضع من مامته وبياخد كفايته يبقى سهل لنا الموضوع ده. خلاص على صدر مامته مفيش اي حاجه ثانيه، بس الام هي اللي نعمل لها اليمينيشن. يعني لو هو دايجنوزد ان هو كاو ميلك بروتين الرجي وهو بريست فيدر اكسكلوسيف بريست فيدر، يبقى هنا التارجت بتاعنا الماتيرنال اليمينيشن، مش ان انا اديله امينو اسيد فورمولا ولا اكستنسيف هيدرولايزد فورمولا ولا احوله لاي فورمولا طالما هو اكسكلوسيف بريست فيدر. لا والله الام مش هتقدر او بتدي كومبايند او اي سبب انه لازم ياخد ارتفيشال، يبقى ده اللي هيخش على التشالنج بقى. يبقى هنا لو الطفل اكسكلوسيف بريست فيدر، طبعا الصوره معلش صغيره هنا مش هتتابعوا الحروف الصغيره دي. لو هو اكسكلوسيف بريست فيدر يبقى هنا يرجع لمامته فقط بشرط ان الام اكسكلودد اول برودكتس كونتيننج كاو ميلك بروتين، وسواء من الدايت في او حتى الحلويات او الكلام ده، وطبعا لازم هي تبقى سبلمنتد بفيتامين دي اند كالسيوم. طيب هو ارتفيشال فيد او ميكسد فيدر، يبقى نشوف هل الشكوى اللي دي في صوره انافيلاكسيس ولا في صوره سمبل يعني مايل تو مودريت مانيفيستيشن. لو انافيلاكسيس على طول هيخش على الامينو اسيد فورمولا، لو ده انافيلاكسيس المانيفيستيشن بتاعته مش هعمل بيه تشالنج ولا ادي له اكستنسيف هيدرولايز، على طول على الامينو اسيد فورمولا. لا الاعراض بتاعته مايل تو مودريت، يبقى هعمل له التست للاي جي اي واعمل له الاكستنسيف هيدرولايز فورمولا واتابعه بعد شهر الى
يعني في حدود 4 أسابيع، ولو اتحسن على الاكستنسيف هيدروليز فورمولا اعمل الريت تشالنج، ادي له الكاو ميلك فورمولا واشوف النتيجه. لو خد الكاو ميلك فورمولا وما حصلوش مشاكل يبقى هيكمل عليها، رجع حصل له مشاكل يبقى هيرجع هيخش على الامينو اسيدز فورمولا، وهكذا بناء على التشالنج. يبقى احنا من فوق هنا خالص البريست فيدنج ما كنسلوش، انا بيجي للطفل اللي هو جايب باللاكتوز ريدوسينج سابستنس ووقف الرضاعه من مامته، وملوش علاقه بالالجوريزم ده خالص ولا اللي فات ولا ده، على طول خد قرار في ريدوسينج سابستنس بوزيتيف اوكالت بلاد، لا يا ماما انت تجيبي اللي هو السبيشال فورمولا وما عنديش ترد عليه. شفت حالات كتير كده من الزملاء. لا اخفي سرا يا دكتور حسين، احنا بنتكلم مع الزملاء علشان نلفت النظر لهذه المشاكل. الخطير في هذا الموضوع ان اللي بيحضروا دول وتفهموا مش هما دول اللي بيجي لك منهم، اللي ما بيحضرش اللي حاسس ان هو استاذ في مجاله، يعني ده يقول لك انا هسافر وكلام من ده. فاحنا بنمثل شريحه في المتابعه، وبيبقى الاخطاء حتى لو في بيت فولز بنلحقها، انما اللي ما بيحضرش اي اكتيفيتيز وشغال بسموه بالدفع الذاتي فده بيبقى مشاكل، ودول للاسف كتير. طبعا البروجنوزس قربنا نخلص، ان في دراسه اتعملت في 2002. شفت الناس بتخش مع الذهب ازاي؟ حاجه الذهب دخل حاجه ده ذهب الله عليك. الاوفرول بروجنوزس في الاطفال، الدراسه ديت منشوره في البيديتريك اليرجي امينولوجي سنه 2002، وانا يعني قارنتها بدراسه ثانيه في النسبجان منشوره سنه 2019. هنشوف كده البروجنوزس بتاع الناس الاطفال اللي عندهم كاو ميلك اليرجي، هنتلاقي يقول لك ايه على السنه فوق ال 50% اوت جرو، يعني ممكن الكاو ميلك اليرجي مانيفستيشن تروح. ده الكلام ده 2002، وفي نفس النسبه تقريبا ب 2019، وعلى سنتين ممكن يبقى ثلاث ارباعهم 75%، وعلى ثلاث سنين يبقى حاجه و80%، بحيث ان هو لما يجيب خمس سنين فوق ال 97% بيكونوا اوت جرو مانيفستيشن اوف كاو ميلك اليرجي، يعني العمليه مش ضلمه قوي. طيب انا هسال سؤال تاني، هو قبل الايرا بتاعه الكاو ميلك اليرجي اطفالنا كانوا عايشين ازاي؟ كنا بنربي احنا تربينا ازاي قبل الايرا؟ عشان ما حدش يقول يعني انت طالما عرفت لازم تتبع المعرفه، لازم نتبع المعرفه. انما انا عايز اوصل لجزئيه، ان لو السيمتومز مايل تو مودريت ما هياش مبرر ان انا اوقف البريست فيدنج او اعمل شيفت على اكسبنسيف فورمولا. والكلام ده حتى في التوصيات، يعني حتى بقول لو في مايل تو مودريت سيمتومز ممكن يستمر حتى على انه كونسيومنج، لان ده في حد ذاته نوع من انواع التريننج والتوليرانس، ونظبط المذر فيدنج، يعني ما هواش ان انا اول اور نان بالظبط كده. تمام، فاللي حضرتك بتقوله ده من النادر ان احنا نشوف حد بيطبقه على طول، يقوم قافل وناخد اللي هو الميلك فري فورمولا، وده بيأخر حتى التوليرانس بعد كده. المشكله بقى في الناس اللي هو الاي جي اي ميديتد، دول برون ان هم يظهر معاهم اذر تايبس اوف اليرجي، سواء اسما او اليرجيك راينايتس او سكن مانيفستيشن، بس دول اي جي اي ميديتد، ودول اللي بيتاخروا شويه ليعدوا خمس سنين، انما النون اي جي اي ميديتد هم بيتحسنوا بصوره احسن. Finally, cow milk protein allergy is an immune-mediated abnormal reaction. وانا متعمد اكتب immune-mediated علشان نبعد عن حدوته اللاكتوز والreducing substance والحاجات اللي بنشوفها في التحاليل. ده ممكن up to 7% of babies worldwide occur. والشريحه اللي هم exclusive breastfeeder
ده لا تمثل اكتر من نص في المية من الحالات. الريسك فاكتور ان يكون فيه بوزيتيف فاميلي هيستوري الاذر اليرجيك ديس اوردر. نو سبيسيفيك دايجنوستيك تيست زي ما شفنا، حتى السكين بريك تيست او الراست ما بيلقطش غير الاي جي اي ميديتد. البيست دايجنوستس بالتشايلد هيستوري والسيمتوم والساين مانيفيستيشن لازم نعمل بها سسبيشن. الفود تشالنج لازم يتعمل صح سواء إليمينيشن أو ري انترودكشن. التريتمنت طبعا في فلك الإليمينيشن، والأطفال اللي هم على حسب السيفيريتي أوف سيمتومز إذا كان هياخدوا أمينو أسيد فورمولا أو إكستنسيف هيدرولايز فورمولا، ولو مش متاح الإكستنسيف هيدرولايز فورمولا ساعات الصويا بيزد فورمولا بتخش بالبروكوشنز بتاعتنا. Most cases resolve on their own by 6 years of age. شكرا جزيلا لحسن استماعكم وارجو ان يكون غطينا هنا. شكرا دكتور محمد. الحقيقه المحاضره بتاعتك ممتعه، حقيقه ممتعه، وحضرتك اشرت الحاجه مهمه جدا بان انت البيبي اللي عنده كاوس ميلك الرجي كان بي مايلد مانيفيستد او مودريت او سيفير، ايفن انافلاكسس كان اوكي. ودي بيفكرني بجمله ايام ما كنت بدرس دكتوراه قريتها في نيلسون يا دكتور محمد الحقيقه، واحتمال حضراتكم تكونوا قريتوها معايا، بس انا قريتها في طبعا من طبعات الحقيقه. نيلسون بيقول لما تيجي تدي بيبي فور ذا فيرست تايم كاوز ميلك شود بي ان فرونت اوف دكتور اور ان ذا كلينيك. طبعا جمله قيمه جدا علشان فور فير اوف انافلاكسس اللي حضرتك اشرت لي. اشكرك كتير جدا الحقيقه وربنا يبارك فيك، متشكرين جدا. شكرا. انا عندي تعليق بسيط. شكرا دكتور مزاحي، الحقيقه المحاضره جميله جدا. ان هم الاي جي اي مديتيف التشالنج المفروض انه يحصل في المستشفيات هوسبيتال، بلاش اي حد جي بي يعمله، او لازم يحصل في المستشفيات والا فعلا يحصل مشكله كبيره جدا منه. الصويا ملك من الحاجات الممتازه، بس ساعات بعض الاطفال اللي عندهم الرجي من الملك بيبقى في كروس مع الصويا، يعني يتاخد بس بالنا من الموضوع ده. طيب في سؤال ولا تحب الاسئله في الاخر؟ بشكرك دكتور محمد زاحي على المحاضره القيمه دي. انا ايه اللي بيخليني ان انا اعمل التشالنجز، خصوصا ان انا ممكن اتعرض لمشاكل الانافيلاكسيس؟ طب ليه انا لما يجي لي طفل واشك فيه، طب ما انا اعمل بدايه الاي جي اي واعمل السبيسيفيك اي جي اي والراست، ايه يعني ايه المشكله؟ ليه انا ببتدي بتشالنجز قبل ما اعمل انفستيجيشنز؟ اولا السبيسيفيك اي جي اي ما هوش افيلابل في معظم اللاب غير التكلفه، يعني اصل التكلفه مش عاليه، يعني انا لو انا هعرض طفل انافلاكسس فدي مشكله اصلا. لا ما هو على حسب السيفيريتي اوف سيمبتومز، يعني احنا حتى في الالجوريزم احنا لو في هايبر سيفتي ما بعملش تشالنج. هو حضرتك الدكتور مصطفى هو يعني بيعمله ديلي يعني اكيد طبعا غالي. اقول لحضرتك طبعا استاذ الدكتور مصطفى هدهد علم من اعلام الجاسترونتولوجي في مصر والعالم كله، بس اللي وصل الاستاذ دكتور مصطفى هدهد مين؟ الناس اللي عدى على كل الالجوريزم اللي احنا قلناه. فهو مش هيبدا له الالجوريزم من اول وجديد، وده ريفيرال بروف. فبالتالي لما حد هيروح للدكتور مصطفى هيبدا على طول بالاي جي اي وبالحاجات اللي هي. هل في مانع ان انا عيان، انا برضه بيدياتك برمونجست واسما وكده والرجيك كل انواع الالرجي ولينا مؤتمر مع استاذتنا الدكتوره زينب بنعمله شهر 10 ان شاء الله تبع جيم، بس احنا ايه المانع؟ هل في يعني مانع ان انا ابتدي لما عيان اشك فيه ان هو كاو ميلك الرجي، ولا هل الاي جي مش هيكون طلع لسه قبل 6 شهور؟ اولا احنا قلنا مش افيلابل. ثانيا ان هو الافيلابيلتي دلوقتي هو بس الافيلابيلتي. ايوه واخد بالي الاي جي اي ميديتد طيب هو اللي ده هكتشفه بيه، ولو النون اي جي ام ديت مش هيفيدني فيه. وبالتالي لو انا طلع لي نيجاتيف وسمحت له الطفل ان هو ياكل وطلع نون اي جي اي ممكن يخش في كومبليكيشن، فهو له برضه بريكوشن، يعني هو
ممكن اعمله علشان لو هو طلع اي جي من الاصل يبقى اثر على اثر جدا يعني، بس هو بيتعامل مع 50% من الحالات او نسبه من الحالات، بلاش 50% عشان ما نقولش بيبقى الحالات 50-50 انما هو النسبه الاي جي ام ديتد هيكتشفها، نان اي جي ام ديتد هتطلع سلبي، فده هيدي امبريشن الحمد لله التحليل طلع كويسه ناكل بقى، هيطلع من نان اي جي اي ويخش في مشاكل وايثيكالي هيرجع علينا ان في نوع انت ما حذرتنيش منه، فبالتالي التشالنج اسهل ارخص سهل التعامل معه بالظبط. طب دلوقتي مع سكند سبيكر ان شاء الله في السيشن تو بروفيسور